شركة عرب جروب. طبعا دي الدفايات الأردني، موجود منها ثلاث مقاسات، المقاس الصغير. طبعا المقاس الصغير بيشتغل في مساحات لحد 30 متر و 40 متر. بقى كده المقاس الوسط بيشتغل في العنابر الكبيرة، يعني ممكن عنبر مثلا 5000 ياخد من 8 ل 10. وطبعا دي الدفاية اللي هي الايه؟ اللي هي الكبيرة، اللي هي متر و20 او متر و30 تقريبا. طبعا الدفاية ليها مميزات كتير، موفرة جدا في الغاز، يعني اقتصادية جدا، استهلاكها اقتصادي جدا في الغاز، مفيش دخانة، لان هنا عاملين فتحة هنا اهي. الفتحة دي بتسمح بدخول الهواء مع الغاز، فتساعد في زيادة الاحتراق. فنبص نلاقي الغاز اللي عند الكوشة هنا لونه أزرق. طبعا الدفاية محملة، يعني تقعد معك لمدة 10 سنين ما حصلش أي حاجة. موجود منها زي ما قلنا ثلاث مقاسات، شركة عرب جروب. ندعوكم الاشتراك في قناة عرب جروب على التليجرام.